السلام عليكم. انا جارير السعديه، كنسكن هنا في البركه. كركريني راجلي الله يرحمه ومات في 2019، وبقى كيتجمع عليا الكرا. ومولاة الدار دعاتني في المحكمه، ودابا راه دايرين عليا باش ندير، دايرين ليا دابا الافراغ والاده، وانا ما عنديش دابا منين غنخلصها. وقالوا لي راه غتدي لك الحوايج ويديو لك كل شيء، وانا ما فهمتش هذا الشيء شنو، ما عرفتش اش غندير. ديار ديال الله. انا هنا في البركه ديال الحي الحسني، تسالني دابا عامين ديال الكرا منين مات راجلي الله يرحمه، وانا دابا ما عنديش منين نجيب ليها، وهي دعاتني وباغاني يديروا ليا الافراغ وباغاني، وانا ما كرهتش، ما كرهتش. انا اللي خلص لي عاد الدين هذا اللي عليا اللي كيتسالني ديال الكرا. لا انا ما خداماش، انا دايره الحديد في رجليا وما نقدرش نخدم. ديري لي على الفيسات، راه عندي الوراق عندي كل شيء. قال لي العون، قال لي الا ما خلصتيش غادي نديو لك حوايجك في السيزي. عامين ديال الكرا اللي كتسالني، هو مني مات صافي ما بقيناش خلصنا. عامين دابا باش مات راجلي. انت تا هو مساكن، راه كل واحد شي مريض شي ما خدامش شي، كل واحد راه عالم بها الله. كاين الله سبحانه وتعالى، كنطلب من المحسنين اللي بغى يخلص لي هاد الدين اللي عليا، الله يجازيهم بخير. خلصوا لي هاد الكرا اللي كيتسالني، انا ما بغيت والو. خلصوا لي هاد الكرا اللي كيتسالني، ما عندي دابا. مشيت سولت الكرا، لقيت الكرا غالي، ما قادرش نكري، ما قادرش، ما عرفتش انا كيف ندير دابا، ما عرفتش. تنتمناو من الناس المسؤولين ولا شي محسنين لهاد السيدة هادي، الحالة ضعيفة، لا صحة قليلة، مقطوعة من شجرة، واش فهمتي؟ والغريب في الأمر مولاة الدار عامين هادي وهي مداعياها باش تخوي لها من الدار وتخلصها، وهي مسكينة راه ما عندها لا حنين لا رحيم في هاد الدنيا هذا من غير الله سبحانه وتعالى. تنتمناو تعالى من المحسنين ولاد الناس اللي تيشوفونا يتعاملوا مع هاد السيدة هادي واحد صدقة لله، واش فهمتي؟ حتى هي مسكينة تتشوفوها على كل حديد. سالة عامين ديال الكرة قالت لها يا خلصيها يا يخرجي لي من الدار. دابا هي مسكينه واحله، واش فهمتي؟ هي الافراغ هي خاصها تخلص. انت يا ربي تنطلبوا من هاد الناس هادو يتعاملوا معاه ويشوفوا من حاله مسكين، واش فهمتي؟ انا راه ولد الدرب راه ساكن معاه في نفس الكارتي، واش فهمتي؟ بيناتنا موبل، تنعرفوها مسكينه مده 4 سنين هادي. نهار جات اصلا جات هي واحد راجل كبير وكبير والله سبحانه وتعالى، شوف فاش هادي عامين وخلاها وكا مسكينه. غير الناس اللي صحاب الحومه اللي تيوفروا عليها مره هاد العام مسكينه لا عيد لا والو، واش فهمتي؟ انتوما تنطلبوا من الله تشوفوا من حاله مسكينه، واش فهمتي؟ راه ما عندها والو. الا بغيتو تقلبوا لها على شي بيت فيه التكريع، حتى هاد مولات الدار هادي بغات تجري عليها باي طريقه، واش فهمتي؟ منين جبتها هي عامين ديال الكرا؟ واش هذيك الدار اصلا فاس الداري وكوكوط وكميله بغات تحيدهم لها، واش فهمتي؟ كاينين ولاد الناس اللي تضربهم الغيره على المواطنين ديالهم، على المغاربه، وكاينين المحسنين. تنتمناو من الله هاد السيده هادي تعاملوا معاها واش فهمتي في اقرب وقت، حيت من وصلات الدعوه حتى للمحكمه. وما تقدش على الزنقه، شوف واحد حتى كيديرها صاحبي، واش فهمتي؟ كبيره وشاتها شاشه العظام اصلا. ولا لا بغيتو تتاكدوا رديكم حتى للدار وتجبد لكم الوراق باش تعرفوا داك الشيء على الصح. الوراق ديال العام انا راه الغيره ديالي اللي ضربتني عليها، واش فهمتي؟ حتى السيده قلت لك تنعرفوها في نفس الدرب، وما عندهاش مسكينه عند الله سبحانه وتعالى. ومهما كيفاش هاد الناس هادو جاو سبب، ربي راه ما يتخلاش عنها بكم ولا بلا بكم. غير بغينا حتى حنا هاد المحسنين اللي تضربهم الغيره على الضعفاء يتعاونوا معاه في سبيل الله. واللي دار شي صدقه راه يلقاها عند الله سبحانه وتعالى، الدنيا راه فانيه، واش فهمتي؟ وتنطلبوا منكم كل الخير تعاملوا مع هاد السيده هادي، وحق الله حتى تتقطع في القلب بالله. لا بغيتو تجيو تاكدوا وتشوفوا كيفاش عايشه مسكينه، راه الرصاصة على ما هوبروش على الناس. تقدر تضل بالجوع يومين 3 ايام ما تاكلش وصابره مسكينه، حتى هي مني وصلت بها العظم راه عيطات لهاد الناس هادو. دا شوف تيفي يديروا معاها شي تاويل، هما سبب وحنا سبب والكمال على الله.